السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في خصائص الحيوانات وتفاعلها مع البيئة ديالها. إذا ضروري أن أي كائن حي كيتفاعل مع البيئة ويتأثر بالبيئة ديالو، كيتأثر بها، كيتعايش معها، خاصو ضروري شي خصوصيات تخليه يتعايش مع البيئة ديالو. علاش؟ لأنه ميمكنش يعيش فواحد البيئة وعندو الخصوصيات ديالو هو ما كتلائمهاش، خاصو يتلائم مع البيئة ديالو. دكوغ؟ إذا أميز بين الحيوانات الفقارية واللا فقارية. هنا ندخلو هو العمود الفقاري، السنسول العمود الفقاري، والشي عمود الإنسان عنده العمود الفقاري. أيه. إذا واش عندك العمود الفقاري ولا ما عندكش العمود الفقاري؟ واش عندك العضومة؟ ها؟ الضلوع، رجلين كذا ولا ما عندكش؟ مرة بحال دابا كنشوفو الصورة، ولا واحد الصورة تعبر، هذا كلب أو هذا كسور، كسر في الرجل ديالو، إذا عنده العين؟ العظام. عنده العام العمود الفقري. إذا هذا من الحيوانات الفقرية. وهذا الدودة شوية مقطعة، ما عندها لا عظم، ما عندها لا عظم لا عمود فقري. إذا هذه كتسمي من الحيوانات اللافقرية اللافقرية مثلا. كيف أميز بين أميز بين مختلف الحيوانات. هاد الحيوانات بزاف، ولكن كيفاش نفرقوا بيناتهم؟ بواسطة العظام والعمود الفقاري. واش عندو العمود بواسطة العظام والعمود الفقاري؟ واش عندو العظام وعندو العمود الفقاري؟ هنا باش كنميزو بيناتهم. اختبروا، ابحثوا في وثائق عن المميزات الخاصة بكل مجموعة من الحيوانات، ولاحظوا هذه الصورة ثم اربطوا رقم كل حيوان بالبطاقة المناسبة. انت مع راسك شويه عليك، فكر لي مزيان. ها، له عمود فقري وعظام. عندو العمود الفقري هو داك السنسول كما قلنا، والعظومة عظام. ليس له عمود فقري وليس له عظام. دابا اش كتبان لك التباعد مثلا؟ الفراشه عندها شي عمود فقري وعندها شي عظومة؟ لا، ها، ما عندهاش. اذا ليس له عمود فقري وليس له عظام. الحاول ملي كتذبحوه، ملي كتذبحوه في العيد كتلقى فيه العظومه ولا كتلقاش فيه؟ كتلقى هذاك العمود الفقري دايز من هنا ولا ما دايزش العمود الفقري؟ والضلوع هنايا رجليه فيهم العظومه. اذا له عمود فقري وعظام. والحلزون غادي كيتلوى وكيدخل داخل وكيخرج، قاعدو شي عظومه، قاعدو مسكين شي عظومه. ملي كطيبو تاكلو، ملي كتاكلو كتلقى عند السلسل ولا شي حاجه. ملي كتاكلو سيسا هي مزيانه تمشي لي هذه. ملي كناكلوك ما كتلقى لا عظومه لا والو، هاك تعضو بسنانك وتدخلو. اذا ليس له عمود فقري. القطه راه ملي كتكون ميته مسكين شي قطيطه كتلقاها ميته مسكين وملاوحه ولات مار، بقاو فيها الجثه ديالها، بقاو فيها العظومه، كتحيد الجلد ديالها كيبقاو العظومه، كتبقى كتلقى العمود الفقري والضلوع ديالها والعم. ها، مسكين ملي كتكون ميته شي وحيده. اذا له عندها عمود فقري وعظام. استنتج مجموعه الفقاريات كنسميهم. اذا اللي عنده العمود الفقري وعنده العظومه كتسمى فقاري، مجموعه الحيوانات الفقاريه. واللي ما عندوش العمود الفقري كتسمى مجموعه اللا فقاريات. اذا عندنا جوج مجموعات، الفقاريه واللا فقاريه. اذا مجموعه الحيوانات الفقاريه هي الحيوانات التي لها الفقاريه لها شنو عندها؟ لها شنو عندها؟ عمود فقري وعظام. عمود فقري وعظام. فقري وعظام. وعظام. مجموعة لا فقريات هي الحيوانات التي ليس لها عمود فقري وليس له عظام. ليس لها عمود فقري ولا عظام.
مع الدم. سمحوا لي ما بانتكمش مزيان، هي مجموعه الفقريات هي الحيوانات التي لها، هذه فقريه عمود فقري وعظام. مجموعه لا فقريات هي الحيوانات التي ليس لها عمود فقري، ما عندهاش عمود فقري ولا عظام. صافي سهله. اكتبوا فوق كل حيوان اسم المجموعات التي ينتمي اليها من المجموعات الخمس التي درستها سابقا، واكتب تحت كل حيوان فقري ولا فقري. مثلا دابا هذا بطريق، هذا شنو غيكون؟ كينتمي لي مجموعة شنو هي قلنا؟ لا للطيور. طيور، هذا كينتمي للطيور، مجموعة الطيور. الطيوري. ولما كينتمي حتى دار ثاني كتشوفوا لما الجن كيدخل الماء، كيبقى يعوم لداخل في الماء وكيخرج برا. اذا شنو تسمى البرمائيات كينتمي الى الطيور. غنقول لكم واحد غنقول لكم واحد الحاجه. مائياتي البرمائيات بحال هذه شفتيها، ها هي البرمائياتي. صافي ها هي. اذا كينتمي هو الطيور وكينتمي البرمائيات جوج، الطيور والبرمائيات. هو شنو سميتو هذا؟ قال لك واش فقاري او لا فقاري؟ فقاري عدو العمود فقاري. اذا في قاري عندو شي عظمه ولا ما عندوش العظمه؟ عندو فقاري. هاد التمساح لما كينتمي كينتمي البرماء. لا هو برمائي، إيه اقول برمائيات، ولكن كينتمي للزا الزواحف. هذا جلد، هو جلد حراشيف. جلد لحم لاحم ملتحم. اذا نقولوا الزواحف كينتمي للزا الزواحف. واخا كتشوفوه بعض المرات كيبقى يخرج من الماء، هو ما كيقدرش ايش واحد المده كثار بزاف كيقدر يخرج ويولي يرجع. اذا الزواحف فقاري ولا لا فقاري؟ فقاري. هادو عندهم هادو كلشي. اذا فقاري. الضفدع يعتبر من البرمائيات. البرمائيات هو فقاري ولا لا فقاري؟ فقاري. حتى فيها الدور عظمى. فقاري. السمكة تنتمي إلى مجموعة. شنو المجموعات اللي عندنا قلنا؟ مجموعات عندنا خمسة. المجموعة الأولى شنو هي؟ الرضع. الثدييات. البرمائيات. الزواحف. الأسماك. الأسماك ينتمي الأسماكي. تعيش في الماء ولها حراشف يمكن إزالتها. إذن الأسماك ينتمي لمجموعة الأسماك. المجموعة الأخرانية شنو قلنا؟ الطيور. إذن أقول شنو؟ هذا ملي كتنقيه ماما كتشوف فيه العظام. السنسول عندو السنسول ديالو. ملي كيطيحو فقاري. التلف هو فقاري. وهذا فقمة. الفقمة ينتمي إلى الزواحف. وفي نفس الوقت كينتمي الى يقدر يعيش في الماء. كنشوفو كيدخل الماء وكيعيش، كيعيش في الماء كيدخل الماء وكيعيش في البر. اذا البرمائيات. البرمائيات هو فقاري ولا لا فقاري؟ ما فقاريش. لا فقاري. استنتجوا املاء الفراغات بالمناسب. تنقسم الحيوانات الى مجموعتين كبيرتين، هما شنو هو؟ الفقريه واللا فقريه.
تنقسم الحيوانات الى مجموعتين كبيرتين هما الفقاريه واللافقاريه. فقاري فيغتي بغي، لا فقاري ان فيغتي بغي. ان ملي كنديرو هذا ان كتولي العكس، ان فيغتي بغي. تنقسم الفقاريات الفقر اللي عندهم الى مجموعات، هي شنو هاد المجموعات الفقاريه؟ الى مجموعات، الى خمس مجموعات، خمسه د المجموعات شنو هي؟ بتعقل عليها. الثدييات، الثدييات، البرماء، البرمائيات، الزواحف، الزواحف، الأسماك، الأسماك، أخيرا وأخيرا الطيور، الطيور، صافي هذو هما المجموعات الخمسة. استصبروا جيكري لو نو دو جروب دو شاك انيمال، الجروب ديالو هذا السلطعون، الجروب ديالو اين الجروب هذا؟ ينتمي الى، ينتمي الى فقري ولا لا فقري؟ لا فقري، لا فقري. اذا كتبوا اون فوغ ان فيرتيبري، ان فيرتيبري، فيرتيبري، ان فيرتيبري. لابي ان فيرتيبري، ها هي نقطة من ان فيرتيبري، داكوغ؟ هذا شنو سميتو؟ ان فيرتيبري، السلطعون، ماشي السلطعون، لا، اخطبوط، اخطبوط، سي سا، اخطبوط، ان فيرتيبري، ان فيرتيبري، نوش العظمى، ان في تي بغي، و السحلية، فيرتيبري، فيرتيبري، عندها ال، عندها الفقاري، عندها العظمى. فيرتيبري، فيرتيبري. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، دمتم في الحسنة.